الخير عليكم. شوفوا الدخلة، شوفوا أول سؤال هذا لقيته. قولي والله دارها بس كنتي تامني في الهدرة. ها الشبعي شبعتي دوكا، يعني حبا نواسيك يعني على كل حال. خلاص راح هو خير، لا لا تردو، تقوليش تخمي، ربي يرزقك إن شاء الله بما خير. بعتي لي اسمك في البخيفين، نضربك بواحد الدعوة كي نروح نزيد يخلف عليك ربي. يا لالا وش نقول لك، بسيد الرجال بالضريف بالمليح باللي ستتك ويهنيك ويحبك وتعيشي معها سلطانة زمانك، وش نزيد؟ يطلع لي المهرة لا يخلص، هيا هيا سيبا يتزوج، مبروك عليه، ناكست في الحياة تستمر. هيا عمري تحكي لي وحدة، تحكي يعني هنا ندعي لك. شهيق زافر، تسمحني كي ما نطلعوش العام، دورها صيادة في بحر الحب غارقة يا العوام. ممكن بالك هذا هو شغل الستيل الجديد. انا بك قديمه اختك، قديمه ديريش عليا. انا لو كان نقول لك بالك صيدوا الحوت في البحر نعرف الصناره واش نديروا فيها وكذا، تقولي نصيدوا القنين في الغابه نقول لك ديري الفخه، تقولي لي نصيدوا الحمام الزواوج راني معك، العرسان خاطيني انا نعرف العرسان هما يصيدوا. لا وليتو نتوما تصيدوا فاقت. مش بنتقلق، صار ما تقلق، روحي بقى على خير، مش بنتقلق. سمعيني مليح، هذا المومون تاع 20 من 20 حتى 30 يجوز في رمشة عين. انا قالوها لي وما امنتهمش غير امنتهم، يجوز في رمشة عين، ما تضيعيهش مع الانسان الخطأ هكا وتقعدي تجيبي عام ورا عام عام ورا عام، صبي روحك 26 27. هذه اول نصيحة نمدها لك. جا للدار بسم الله، ما جاش للدار لا لا ما نضيعش الوقت، تعلمي ديري دي فورماسيون، سي ديري دي بتي بروجي، ما نجحتيش في هذه ما تقعديش تبكي عليها، نيكست نروحوا لحاجه واحده اخرى. الوقت يجري اختيتو، يجري ما تقدريش تيماجيني، فهمتي؟ دوري مع الناس الملاح، دي لي زيد لك لو بلوس في حياتك، زيديها ولا زيديه، بالك صحابات ثم صحابات ثم صحابات ثم صحابات. مريقلا سرك خبيه، حلي عينك تقوليه كاش بنادم بينك وبين روحك، ما عم تعاوديش الا انت ما حافظتيش عليه، ما تستنيش ناس وحده تحافظ عليه مهما كان صفتهم صحيتين حتى يطفح الكيل. باسكو كل انسان في الدنيا عنده طاقه استيعاب معينه، كي تخلص خلاص المشكل، كي تخلص ما حاش تخلص طاقتك للاستيعاب برك، راح يخلصوا معها بزاف حاجات واحد اخرين، تولي ماشي قادره تنفسي، تحسي واحد السطر في قلبك ينبول لهنايا. صبي روحك، مرضتي روحك بوغ غيان. وهذوك الناس اللي تمرمتي على جالهم وصبرتي على جالهم وسفريتي على جالهم وضحيتي ودرتي وخبيتي في قلبك باش ما تجرحيهمش، وا ما كاش ما تخبوش في قلوبكم، ما تمرضوش روحكم، ما ديروش القنطه لعمركم. هذيك لابو اللي تباتوا بها كلي لا ديري في بالك واحد ما سامع بك، نتي تقنطي في روحك تمرضي في روحك في صحتك، اخطيك. اللي يحبك صح باين، واللي ما يحبكش باين، اللي يحبلك الخير باين، واللي ما يحبلش الخير باين. حلي عينيك وشوفي مليح وما تقنطيش روحك، ما تقنطيش روحك، جيبيها غير في صحتك. الوغ شوفي كامل الناس اللي سياتو وانا اللي سييتو عليها وكامل اعجبهم، باسكو علاش يمد لك ايفي بزاف هايل للشعار، يليسي الشعراء، يحافظ على لابريونس تاعها، يرجع لها الحيويه والنشاط ويغذيها وكل حاجه، باسكو معمر الداخل بلي فيتامين. هاي ليك القرعه تاعو، اني جبتها لك باش نوريها لك. هاي ليك القرعه، شوفوا هذا لو نوفو باكاجينغ، سما الكونتر فاسون كامل كملنا معاهم، داروا هما لا بلو بيل بروفيسيونيل نوفو باكاجينغ للفيلور تاعهم باش هكذا تعرفوه. تروحوا تشرو اون دوز اباغ القرعه جايه هكا ما تدوش، سي ريغلي. حاجه الاولى شوفوا من الفوق مكتوب لا بلو بيل بروفيسيونيل، حاجه دوزيام هنا من تحت كاين ان شيفر هكذا طويل كبير، شوفوا مليح، يقول له اعطيني شوف فيري في القرعه. هذه القرعه جديده لو نوفو
انا تاني كان عندي ومازالو عندي دو توت فاسون il faut faire un équilibrage alimentaire. شوفي ما تاكليش السكر بزاف، ما تكتريش الخبز الابيض، الخبز اللي ناكلو حنايا ما تاكليش، باسكو ماركيت بلي كي ناكل هذاك يطلع لي بزاف شغل، مركت مع الاول بلي هو يطلع بزاف السكر، ما تاكليش، كولي الخبز تاع القمح تاع الشعير تاع هاد العفايز بان كومبلي، وسي بعدي على لي سكرري قد ما تقدري، قد ما تقدري تو سكي بات هاد العفايس هما اللي يطلعوا السكر، هكا شويه ايكيليبراج عسي منا ما يطلع لكش بزاف. انا الحمد لله عسيتو ونخير واش ناكل هكذايا شغل ماكسيموم، خطره طلع لي ماكسيموم طلع لي 1.40 هكذا تما سي كولي مليح وعارفي واش تاكلي باش ما يطلع لكش باذن الله. علميهم منا للفوق يتحملوا مسؤوليتهم ويتقاسموا المهام. واش معناتها؟ معناتها اللي حط الطابله معاك، اللي يرفدها، اللي يفتح طاقه، اللي يخمل بيتو، باباهم كيف كيف لازم يكون شريك داخل الاسره، يشاركك، هذا يقري، هذا يشوف واش يخصو، هذا يوقف معاه، هذا اتقاسموا المهام انت وراجلك، وزيدوا قسموا المهام صغار على الدراري، باسكو الدراري كي يولف الحليب تحركيه له وتجيبي له الحاجه حتى لفمو تمر دي تصرا لك حاجه تصبي رابط ديك الدار بلا بيك، وهذا سي فو باسكو انتيا وانايا وحنا كل النساء بشر عبادنا عليا ومانيش دي غوبو. تسمى لازم تقسيم المهام وهكذا تقدري تسيري وقتك وتعرفي واش ديري. كي تكوني انت تهمبري من الصباح للليل ما تقدري ديري حتى حاجه في حياتك، قسمي بوتي تا بوتي. عفايس خفاف اصلا تاع الدار، ما حاش تقولي لهم كسروا الجبال ولا عفايس خفاف، وراح تعلميهم المسؤوليه اون بلوس. للاسف ما كاش معيار يحدد اسكو هذا القرار صحيح او هذا القرار خطأ، باسكو في اغلب الاحيان كي تاخذي هذاك القرار يبان لك بلي اتخذتي القرار الصحيح، ومع الوقت تكتشفي باللي انه كان خطا. تما التجربه كي تعيشيها هي اللي راح تبين لك الحاجه. انا نقول لك اختاري، حاولي تختاري اولا انتيا ماشي خيرو في بلاستك، ومن بعد كي تشوفي كي تعيشي هذاك القرار وشفتيه ما ساعدكش وما خرجش عليك من الاول حبسيه وخيري حاجه واحده اخرى ولا اتجهي لحاجه واحده اخرى. ما تبديش تقولي اه خلاص خيرت غلط دوك خلاص نورمال نتحمل مسؤوليتي ونعيش كاع حياتي 30 سنه 40 سنه في قرار اتخذته خطا. من حقي اني نغلط وندير قرارات خاطئه في الحياه، سي سالافي، سينو كيفاش الانسان يتعلم، كيفاش يافونسي؟ فهمتيني واش حبيت نقول لك؟ يعطيك الصحة دكتور زكريا. لا هذاك هو الوقت تاع التحماس، رانا على قدم وساق. شوفوا باش نقولكم دكتور زكريا اختاروه وراه مشارك باش يكون بارمي لي ميور كرياتور هنا في الجزائر في الدومين تاعو. هو كرياتور دو كونتوني في مجال الصحة، المجال تاعو هو طبيب غدد صماء وداء السكري. انا من اكثر الناس اللي استفدت منه ومن نصائح تاعو ودواني في الرحله الطويله تاع الهرمونات هذه. قد ما نقول له ميرسي وقد ما نقول له كثر خيرك قليل فيه، باش نرجعوا له شويه الخير نعطيكم لاباج تاعو. هو شوفوا لي فيديو تاوعو او شارح لكم كلش وقايل كلش ويفهم كلش على كل حاجه تحبوا تسقسوا عليها، واي حاجه خليكم لاباج انستغرام تاعو ونخليكم لو ليا باش كامل نفوطيو عليه باش يديها هو ميغ دكتور عندنا هنا في الجزائر وميغ صانع محتوى طبي هنا في الجزائر باسكو يستاهل. ننصحك ديري ان بتي بروجي اللي انت تحبيه ولا تلقاي فيه روحك اليز. البنات الله يبارك راهم شاطرات وراهم يخدموا. دوك انا ما نقدرش نقول لك اكزاكتومون شنو هو البروجي، مي كاين بزاف. شوفي انت وين تلقاي روحك، كاين اللي تعرف دير الحلوه، كاين اللي تعرف دير لي سالي، كاين اللي تخدمت الشماع، كاين اللي تعرف تخدم جو سيب دي سيرتيت، كاين اللي تخدم. شوفي هكا ان بتي بروجي صغير اللي ما يتكلفش بزاف شغل، باش ديماري فيه لازم له ان بتي بيدجي هكذا، باسكو راكي فلافا كاين دي بتي بروجي تاع مليون زوج ملايين هكا، خدمي حبيبات صغار ابداي بيعيهم وبالعقل بالعقل بالعقل تطور الحاله معاك. واذا كنتي قادره وعندك الامكانيات وحابه ديري ان بروجي بدا كبير، ابداي هكا بالخياطه بهاد العفايز اللي يلزم لهم شويه يعني بيجي باش تشري من 10 ملايين الفوق باش تشري قماش وهاد العفايس دي وتخيطي وكامل. مي دائما الانسان لازم له بلان بي، لا فك وحده ما تكفيش، لازم ان بلان بي دائما. شوفي على حد علمي، انا زعما كي ندير كوموند تاع كاش حاجه هكذا اونلاين ولا باسكو كوموندي بزاف اونلاين، دو جوغ تخوا جوغ حتى لكات جوغ تلحقني،
اذا كنت زعما انايا شغل تواصلوا كي تواصلوا معايا ريبونديت لهم وكونفيرميت لهم كل حاجه شغل معلوماتي وكامل تلحقني هكذا. بصح اذا كنتي ما ريبونديتيش على التليفون ولا عيطوك يصابوه مغلق ولا خرج مجال التغطيه على باليش. هذيك شوفي انت شوفي كش مني ما تدخل لك كتعرفي. هذه هي مي جينيرالمون هكا على حسب شركات التوصيل. هذه على حد علمي شغل الاكسبيريونس اللي عندي انا مع كيليفري ولي. هو راميك في الثقيل ولا نرميك من البالكون سيري اني نقصر عمليا باش تضحكي برك نفاجي عليك. ارمي في الثقيل. كاين واحد النظريه اسمها نظريه المراه. شتي المرآة تعكس صورتنا تعكس أي حاجة هكذا. كنتي الإنسان كي عاملك بحاجة عامليه بنفس وش عاملك. ما عيتش ما نعيتش، سقسى انسقسي، ما سقساش ما نسقسيش. بس لو روك يقولك أنا نرميها في التقيل ونشوف إلا عيطت وتحوس وهبلت عرفت البوان فابل سي بون سي ريغلي راهي في الجيب. نظرية المرآة تنسيهاش هكذا مش ما نرميكش من البالكون. والله واش نقول لك يا اختي. عندي خليط هكا مزيج من المشاعر الدنيا قاعيتك عندي، الخوف ستريس تقلق الفرحه مانيش مامنه. ما نقدرش نقول لكم بالك اللقطه اللي راح نشوفها فيها. واش نقول لك، ان شاء الله يا ربي يكتب لي ديك اللحظه ويعيشها ويعطي لها صحيحتها ونشوفها تكبر قدام عينيا الدنيا وما فيها. سينو راني نوجد شويه 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 كي تعرفي مي ستريس كاين بقوه. ربي يسهلنا الله اكبر الحق، ربي يسهلنا ان شاء الله ويرزقكم ويسهل لكم قاع.